10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة للمارد الاحمر النادي الاهلي. ولكن قبل ما نعرف التفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ومن يحصل ثلاث نقاط في منتهى الاهمية. ونتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعذير التعليقات. بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم النادي الاهلي امام ضلاع الجيش ضمن مباريات الجولة 13 والدوري نايل الدوري المصري الممتاز. المباراة على استاد الكلية الحربية، توقيت المباراة مساء اليوم الاثنين في 7 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعراق. المباراة على قنوات اون تايم سبورت 1 والمعلق ايمن الكاشف. توقعاتكم معنا في التعليقات، من يفوز في هذه المباراة ومن يحصل ثلاث نقاط مهمين ضمن مباراة مؤجلة ومنافسات دوري نايل الدوري المصري الممتاز. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.